نجدد التحية وهذا فيديو جديد نتحدث فيه عن تمثال رمسيس الثاني. تمثال رمسيس الثاني في مدخل مدينة المنصورة، ولقد قام المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع شركة المقاولين العرب بعمل هذا المجسم. إذن هو ليست النسخة الأصلية، وهذا المجسم يزن 83 طن ويبلغ ارتفاعه 11 متر و 35 سنتي. وبالطبع نقل هذا التمثال إلى مدينة المنصورة، حيث قام المحافظ أحمد سعيد سوان بإحضار هذا المجسم وهذه النسخة من تمثال رمسيس الثاني لكي يكون في مدخل مدينة المنصورة لاستقبال الضيوف. هذا هو تمثال رمسيس الثاني في الميدان الذي يحمل اسمه.